قلت على موضوع طلب بس استفسار اليوم لغة الانتخابات يمكن ايه مو اكو فوضى بسبب الجمهور اي مشاكل انت الجمهور. شايف الجمهور طلب اللي هو يتحدون مثلا ترى سنو رقم انت احد نجوم الطلب سنو رقم سنو رقم كبير ترى والله يعني لو يتحدون يصير مثلا قلب واحد وروح وحده الجمهور انا اتحداهم انا واحد واحد لانهم يعرفوني وما ما يزعل من يمي تعرف انا كان علاقتي بهم طيبه بس يعني الجمهور كله كبير على الاول يعني مثلا ما تروح هذا يقول انا شجاع الطلب ذاك يروح تروح مثلا ساي طلع تروح ابو محل ابو اي مكان لعد وين المشكله؟ المشكله انه بيناتهم يعني ما متحدين لو يتحدون الجمهور يصيرون روح وحده مثلا وقرب على قرب ثقب الله يصيرون الجمهور رقم واحد بالعراق بس هم يعني يبتعدون مثلا ما جاي يجون من وراء المشاكل ولذلك انت توجه الرساله انه انا اقول لك كافي اي اي بالضبط هو هذه المشكله يعني انا اقول لك مثل ما قال عبود يعني اذا يتحدون والله يمكن اتوقع اثر اكثر جمهور بالعراق والله العظيم انا سالم من منطقه الشعب يعني وين ما اروح شجع الطلب كبير صغير بس يعني جمهورهم يعني كبير كلش بس سبب المشاكل اللي جاي يصير بيناتهم مشاكل والنتائج السابقه اللي اثرت على الطلب الجمهور قام ما يروح اولا المشكله اكو ما يروحون يقول لك اكو مشاكل بين الجمهور اذا مثلا اكو واحد شوايه يقول ليش اروح هم واحد بصفوي عنده مشكله وهذا القاعد الاخ الثاني هم قلت لك انا المشكله اي المشكله هم يصافون يصيرون جمهور يعني هو من انا اسم كبير وجمهور لو يصافوا انا اقول لك يصيرون هم فقره حتى او فقره يعني جمهورهم فقير يعني مو مثل هذول الجمهور يسوون مشاكل بالبلد كلهم ناس فقره وطيبين وداعمين للنادي يا رب يعود الطلب الانيق الى سرعته خلينا نتحدث عن العروض جت